مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم هي الحكايه ايه، ولا يسعنا الا ان نتقدم بخالص تعازينا لاهلنا في بلدنا الغاليه والشقيقه لبنان، سائلين المولى عز وجل ان يرحم موتاهم وان يشفي مرضاهم. اليوم سنتحدث عن تطوير المستشفيات في مصر. ان تقديم الخدمه الصحيه في مصر بمعايير وجوده افضل ازمه تتطلب الكثير من القادة السياسيين أن يتوفروا بها العمل. معنا الدكتورة نبيهة محمود، مدرسة بكلية إدارة المستشفيات بكلية عين شمس. أهلا وسهلا، ازيك يا أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية دكتورة، ما هو النظام الصحي وما هو أركانه؟ النظام الصحي في مصر عامة أو في أي دولة أخرى بيتكون من مجموعة من العناصر زي المدخلات، زي التشغيل، زي المخرجات. ايه هي المدخلات يا دكتور؟ المدخلات اللي احنا بنتكلم على الموارد البشرية، طبعا لازم يكون فيه كوادر موجودة في المستشفيات عشان يقدروا يقدموا الخدمة الصحية بطريقة ذو جودة عالية. تاني حاجة الإمكانيات، الإمكانيات المادية زي الأجهزة، توفير المعدات، الماليات تبقى موجودة. تالت حاجة التكنولوجيا. دول التلات عناصر الأساسيين في المدخلات لو تم إدخالهم بطريقة سليمة هتبقى التشغيل هيبقى على أكمل وجه، ولذلك هيترتب عليه مخرجات جودة صحية عالية بتتميز بالجودة العالية وفي نفس الوقت التكلفة بتكون معتدلة. مش هنقول منخفض التكلفة، هنقول تكلفة عادلة، يعني أقل من المصاب بالظبط. لو احنا اتكلمنا مثلا، مسكنا أول عنصر واتكلمنا على الموارد البشرية. الموارد البشرية عشان نطورها لازم نعمل حاجتين. أول حاجة إن احنا ندربهم، التدريب. التدريب ده أساس نجاح أي منظومة. التدريب، طب التدريب على إيه؟ على الآلات أو المعدات أو البرامج اللي هيقوموا بتشغيلها. تاني حاجة عايزين نخلي الموظف ده أو المورد البشري أيا كان، من أول مدير المستشفى حتى العامل البسيط، إن هو يكون عارف يعني إيه تطبيق الأساليب الإدارية. ودي الجزئية اللي أنا بحب أتكلم فيها وهي دي تعتبر تخصصي. هي الأساليب الإدارية بقى؟ الأساليب الإدارية طبعا في حاجات كتيرة جدا يعني مش هناخد فيها، بس نقدر نقول على الأقل الوظائف الإدارية اللي هي التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، التنسيق. كل الوظائف دي لو المورد البشري عرف يطبقها طبعا هيقوم على بشغله بأكمل وجه. يعني لو ادينا مثلا على سبيل المثال، لو قلنا التخطيط، ان ازاي الموظف هيخطط لعمله قبل ما يقوم بأي خدمة صحية، ازاي الطبيب هيرسم لنفسه خطة هيمشي عليها من خلالها هيقدم خدمة صحية ذو جودة عالية للمريض. وايا كان بقى باقي الموارد البشرية بقى، اذا كانوا اداريين، اذا كانوا مساعدين. بعد كده هنتكلم، بعد ما طبعا هنقوم ندربه وتاني حاجة نخليه يطبق الأساليب الإدارية، بعد كده بقى إيه هنعمل له عملية تحفيز مادي ومعنوي. مادي ومعنوي. إزاي؟ إن أنا أوفر له طبعا مرتب كويس طبعاً. أحفزه ماليا، معنوي. إن أنا ما أخلوش إن هو ممكن إن هو يروح يشتغل شغل تاني يبقى كده إرهاق عليه، بعد كده ما يجي الصبح يروح الشغل ما بقاش قادر إن هو يدي، ما يبقاش إنسان منتج. بالظبط. بعد كده أحفزه معنويا، يعني ايه؟ مش هيبقى واحد زي التاني، هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما ينفعش. يبقى ازاي الشخص اللي قدم شغله على اكمل وجه ان هو نحفزه معنويا، وازاي اللي ما قدمش يعني يبقى في شيء من اعاده تاهيله مبدا الثواب والعقاب، يعني مره اخرى مبدا الثواب والعقاب. بالاضافه طبعا اللي في فنون تانية اخرى في الاداره اللي احنا عايزين نعلمها لهم، زي ايه؟ زي فن الاتصال. ازاي هو فن الاتصال؟ فن الاتصال هو عبارة عن اتصال ما بين كل المنظمات او كل المستويات الادارية بعضها ببعض. يعني لو هنقول مثال على المستشفيات، بنتكلم على المستشفيات، لو قلنا التمريض، هل التمريض هو بيشتغل لوحده؟ لا. طيب متصل بأشياء كتير. لو قلنا مثلا في قسم مثلا التغذية، لو هو عاوز يطلب غذاء معين للمريض، يعني لو قلنا مثلا مريض السكر ليه مواصفات في الوجبة الغذائية بتاعته، مريض الضغط في مواصفات معينه. طيب لازم مين اللي يبلغ؟ التمريض هيبلغ مين؟ الاطار التغذيه. طبعا الاطار التغذيه هتبدا ان هي تشتغل معاه، طيب او تحدد له الوجبه وتعملها له على اساس اللي مكتوب له في الايه، في الاوردر بتاع الطبيب. يجي بعد كده المعمل، عايزه تسال على عينه معينه،
او اشاعه معينه خلصت الريبورت بتاعها او لا، فبتبدا ايه يتواصل. هو ده الكوميونيكيشن، الاتصال ما بين الوحدات وبعضها وايه بعضها ببعض. ليه؟ من خلال شبكه التواصل يعني. ممكن لا يعني ممكن حتى بالنسبه للمستشفيات ممكن عن طريق التليفون. احنا بنتكلم لو احنا مريض في المستشفى واحنا بنعمله الخدمات بتاعته، انما الاتصال ده هنتكلم عليه في طب مرة ايه تانية هو ان دور شاء الله. التكنولوجيا في تقديم الخدمه الصحيه عن بعد؟ يعني دور التكنولوجيا هنا ايه؟ التكنولوجيا طبعا هي المفروض اللي هي سمة العصر في كل المجالات، أكيد وخصوصا في المجالات الصحية. لازم نطبق نحاول ان احنا نطبق زي الدول الأوروبية، بنشوف هي بتعمل ايه وبتطبق التكنولوجيا ازاي، ان هي بتسخرها لخدمة المريض وان هي بترفع مستوى جودة الخدمة الصحية. يعني لو قلنا على سبيل المثال ان في بعض الدول بتعمل ابلكيشن معين للمريض على الموبايل بتاعه، من خلال دخوله على الابلكيشن لو هو مريض سكر، طبعا على سبيل المثال يعني لو هو مريض سكر بتبدا تحدد له الجرعات بتاعته، تقول له لا ما تاخدش الجرعه دي النهارده او قللها او زودها. طبعا الابلكيشن ده من خلال طبعا طبيب بيبقى متواصل معاه، يعني طبيب وعن طريق المريض وعن طريق وده بيوفر ان الابلكيشن هو يروح للدكتور او كده بالظبط، وكلام من وبيوفر ده، الوقت وبيوفر وقتي ومادي والجهد طبعا ومادي. وطبعا الخدمه ان هي توصل باسرع وقت ممكن، لان ممكن لان في حالات بتبقى صعبه يعني، طبعا ما صعبه تتلحق، تستناش فده بيسهل ان احنا نلحق الحالات الحرجه. بالظبط. في يعني في طبعا في حاجات كتيره جدا يعني انا قريت عنها طبعا في التكنولوجيا، بس طبعا عشان الوقت، فازاي ان احنا نبدا ان احنا نطور مستشفياتنا من خلال دخول هذه التكنولوجيا. طبعا يعني ايه على حسب الامكانيات اللي هتبقى بس موجوده في طبعا كل ده عايز مستشفى. زيادة في الموازنة برضه يا دكتور، طبعا ده عايز زيادة في الموازنة، طبعا، لان في لأن اجهزه والات وبرامج لازم تدخل. تاني هل حاجه في تدريب اللي احنا قلنا عليه بقى من الاول خالص، الموارد البشريه الموارد لازم البشرية تتدرب على الابليكيشن دوت. مش ده بالظبط يعني، وطبعا في حاجات كتيره تانية يعني في برامج كتيره جدا خاصه بهذا الموضوع. يعني لو هل يوجد في مصر تكنولوجيا عن بعد؟ هو حضرتك في التجربه ديت فعلا دي تجربه عمليه فعليه وجدير بالذكر يعني لمستشفى عين شمس التخصصي، ان هي حصلت على شهاده اعتماديه من هيئه اعتماديه طبعا دوليه دي في المانيا، ان هي خدت شهاده ان المستشفى دي طبعا عين شمس التخصصي والمستشفى الجامعي قسم الايه السكته الدماغيه او الاوعيه الدماغيه. لو احنا هنتكلم نبذه بسيطه كده، طبعا لو احنا قلنا ان في المريض مثلا بيجي له جلطه في المخ لازم يتحقن بعقار الاكتيليز لو هو بيتوفر فيه الشروط. طبعا مش كل مريض عنده جلطه هو لازم يتحقن بالماده دي، لا في طبعا شروط معينه لازم تكون متوفره فيها، واهم حاجه منها الوقت، ان المريض لازم يوصل للمستشفى بعد الاعراض من 2 لـ4 ساعات، ما ينفعش ان هو يتجاوز هذه الفتره. طبعا لو تجاوزها خلاص ممكن طبعا ما ينفعش التكنولوجيا عن ان بعد هي هتوفر لنا كل ازاي احنا المشاكل بقى دي بالظبط ازاي وهتنهي بقى لنا كل المشاكل دي. طبعا ان هي طبعا اكيد زي ما احنا قلنا يعني بتوفر لنا من الوقت الوقت والمجهود. لو قلنا على سبيل المثال هي في دي فعلا تجربه حقيقيه حصلت، ان في جهاز اسمه التيلي ميديسن، وده من احدى الاساليب التكنولوجيه اللي موجوده في المستشفيات. يعني هو مش كلها يعني بعض المستشفيات بس اللي انا اعرفه منها مستشفى عين شمس التخصصي قسم الاوعيه الدماغيه في المستشفى التخصصي وفي المستشفى الجامعي اللي هي الدمرديش، ان عن طريق الجهاز التيلي ميديسن ده أو بيبقى فيه زي ابلكيشن بيتواصل باعضاء هيئه اطباء كبار متخصصين في هذا المجال. لو احنا قلنا المريض مثلا في اسوان والمستشفى دي موجوده في القاهره، ايوه طبعا على ما يجي هيكون خلاص ما محتاج ينفعش يوم. تمام. فلازم ان احنا نعمل ايه، هنطبق بقى التكنولوجيا. هنطبقها ازاي؟ عن بعد عن بعد، ان عن طريق جهاز التيلي ميديسين هنقوم بتطبيق الابليكيشن، يبدا بقى كل الاستاف يبداوا يعملوا كوميونيكيشن مع بعض عن طريق هذا البرنامج، ويبقى طبعا بيبقى متواصل معاهم على الموبايل. وبكده بنلحق الحالة. يبدا بقى يصوروا المريض الاشعه بتاعته اللي هي اشعه المخ، دي اول حاجه لازم تتعمل السي تي او الرنين، ويبدا يعرضوه على الاستاف ويبدا الاستاف يرد عليهم كانهم قاعدين مع بعض، يقول له اعمل كذا وإحقن المريض كذا او المريض ينفع او ايه ما ينفعش. طب يا دكتور، بعد نقص كده المستلزمات الطبيه في مصر تهدد مستشفيات مصر، كيف نقضي على هذه المشكله؟ طبعا هي نقص الامكانيات هي طبعا يعني مشكله في كل المستشفيات، وده بيرجع للموازنه العامه للدوله، وبرضه بيرجع بالنسبه برضه للمستشفيات اللي هي الغير حكوميه على حسب امكانياتها.
طبعا يعني هو الحمد لله في المشكلة اللي عدت كورونا، كانت الحمد لله يعني ان احنا قدرنا ان هو يبقى فيه المستلزمات دي، بتكون يعني لحد ما كانت قليلة في اماكن معينة، ولكن كانت متوفرة في اماكن اخرى. والحمد لله برضو ان الدولة تدخلت بسرعة وقضت على المشكلة دي عن طريق ان هي بدأت ان هي تعمل مصانع، مثلا صنع لكن الكمامات يا دكتور او في مستشفيات كتيرة فيها مشاكل، يعني الناس بتروح وما بتلاقيش لا دكتور ولا بتلاقي علاج ولا بتلاقي أدوات. ما هو ده حضرتك اللي احنا بنقول عليها. لو احنا الكوادر احنا دربناها بطريقة مثلا بتتميز بالجودة، خلاص يبقى هو الدكتور هيتصرف على حسب ما إمكانيات. احنا لو لقينا الدكتور ما بنلاقيش المستلزمات. ما انا بقول لحضرتك، هو طبعا هو ده بيحتاج ان الموازنة العامة للصحة دي طبعا تزيد، واحنا يعني بنتمنى ذلك. يعني هي السنة اللي فاتت هي طبعا اترفعت، بس مش فاكرة بالظبط كان النسبة كانت كام، بس ان هي النسبه بدات ان هي تزيد، ودي حاجه كويسه ان كل ما تبقى الامكانيات تبقى عاليه، طول ما الجوده الخدمه الصحيه هتكون متميزه. الأطباء يقدروا يشتغلوا بكفاءة عالية برضه، يعني طبعا هم لأن طبعا هو لو مدربين، يعني لو جبنا طبيب عالم وما بيعملش مستلزمات مش كان هيقدر مش هيقدر طبعا يقدم ياكل، الخدمه مش على هيقدر يعمل اكمل أي وجه. حاجة خالص. بالظبط، هو مش حماية هيقدر. الطواقم الطبية داخل المستشفيات وهو اللي حقوقه واعتبرهم خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، كيف يتم توفير الحماية لهم؟ طبعا توفير الحماية زي ما احنا قلنا، نرجع برضو تاني للتدريب، ان انا ازاي ادرب نفسي ان انا احمي نفسي من العدوى. تمام، عن طريق طبعا الامكانيات زي ما احنا قلنا، طبعا ايوه طبعا الامكانيات ازاي انا اكون انا مدربة ان انا امنع الاخرين ان هم يصيبوا بالعدوى. ودي طبعا كان الاعلام كان ليه دور كبير جدا، وبشكره ان هو قام بهذا الدور، ان هو كان دايما بيقدم التثقيف الصحي للكورونا، ان المريض الكورونا هيتعامل ازاي، ازاي يعمل العزل المنزلي، ازاي يستخدم الادوات بتاعته ويبدا بعد كده التخلص منها، لان عدم التخلص منها بطريقه امنه ده نفسه بيؤدي طب لممكن يا دكتور، العدوى تزيد. الشهادة التي أمامنا على الشاشة ديت يعني لنا الصورة، كيف حصلت مصر عليها؟ هو في أي تخصص؟ هي دي الشهاده حضرتك اللي احنا قلنا ديت منظمه عالميه في المانيا، منظمه عالميه دوليه في المانيا. المنظمة شافت مين الأحسن مستشفى، إن هي بتحقن العقار الأكتيليز زي ما قلت لحضرتك كده عن بعد، فلقت إن هي قسم الأوعية الدماغية بمستشفى عين شمس التخصصي، والمستشفى الجامعي اللي هي الدمرداش، وحصلت على هذه الشهادة. وطبعا احنا بنشكر طبعا دكتور علي الأنور مدير المستشفى، إنه طبعا وفر لنا كل الإمكانيات وكل التجهيزات إن احنا نقدر إن احنا نطبق بيها، ان احنا نقدم الخدمه الصحيه على اكمل وجه. وطبعا البروفيسور هاني عارف، هو من طبعا هو اللي دخل الفكره في مصر، والحمد لله ان تم تطبيقها، والان بيتم استخدام التكنولوجيا عن بعد في مستشفى عين شمس التخصصي. هل تدني مخصصات الصحة في الموازنة العامة عرق لتطوير المستشفيات؟ طبعا على حسب الامكانيات، انا عندي امكانيات عاليه هقدر اجيب مستلزمات، هقدر اجيب تكنولوجيا وادخلها، هقدر اشوف ابلكيشن وادخله وابدا ادرب بيه الكوادر الطبيه اللي موجوده. فطبعا دي كلها امكانيات، فلو الامكانيات دي زادت هتبقى جوده الخدمه الصحيه هتكون عاليه، اما لو كانت غير متوفره هتكون طبعا متدنيه. طبعا هي المستشفيات الجامعيه يعني لحد ما بتبقى امكانياتها يعني لحد ما نقدر نقول ان هي معقوله. طبعا مستشفيات وزارة الصحة يعني بتبدأ برضو ان هي بتزيد شوية، وطبعا مع الوقت النظرة المستقبلية ان قدام شوية ان شاء الله ان هيبقى طبعا هتبقى الخدمة الصحية في مصر هتبقى زيها زي اي خدمة إن شاء الله يا دكتور، دولية في اي إن دولة شاء الله، أوروبية كبرى. يعني إن شاء الله يا دكتور، تشرفنا بسيادتك يا دكتور، الشرف لي، تشرفنا بسيادتك، متشكرة جدا. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم هي الحكاية إيه؟